ايه ده؟ لابسة على الصبح كده ورايحة على فين يا ست هاني؟ رايحة شغل؟ شغل يا أمو شغل. احنا مش اتفقنا ان انا هنزل الشغل؟ واحنا مش اتفقنا ان مفيش الزفت ده لحد ما تخلصي اللي انت فيه؟ اسمه الحمل يا بيه. لم الدور واطلعي على فوق زي الستات المحترمين. انا محترمة غصب عنك. انت هتمد ايدك عليا ولا ايه؟ هو انت لسه شفت مادية؟ انت بتمد ايدك عليا يا عم يا زبالة. لكن وحياة امي لربك عاملي مع اولاد الناس. اقعدي. سلامتك يا ضنايا، ألف ألف سلام. الله يسلمك. إيه اللي حصل يا بنتي؟ ده كله فاهمين أكتر من كده وبيزيح ربنا. مش عايزة تقوليلي برضو إيه اللي حصل وصل الأمور لكده؟ وعسى أن تكرهوا شيئاً وخير لكم. صدق الله العظيم، بس مش للدرجات يعني، هم مش واخدينك من الشارع شوية. أنت برضو اللي غلطان، أنت كنت نزلتي جيتي وقلتيلي وانا كنت رحت قعدت له صداقه وفهمته مقامه بالظبط. انت غاليه علينا قوي يا بنتي. ربنا يخليك ليا يا عم. عموما انا ما كنتش مستنيه من عاصم احسن من كده. مالكيش حق بقى ابدا. والله 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 بيحبك، مفيش مره اساله الا ويقولها لي بعد ما تلسان. حق ربنا، كل لما اساله يقول لي انا عمري ما عشت السعاده بالطريقه دي. الحب والسعاده بيتحسوا. عموما انا سامحته خلاص. يا سلام، هو ده كلام الست العاقله بصحيح. هما كل الرجاله كده يا حبيبتي، امال انت فاكره ايه؟ ده احنا ياما بنشوف منهم وهم شباب يعني ما اقولكيش، لكن يوم ورا يوم وسنه ورا سنه العصبيه دي بتروح وبيجي الحب والحنايه كلها. عارفه عمك الشرشاب اللي واقف ده؟ خلاص يا كريم، ده مقطع. خلاص شفتي كلهم غلطانين. وعليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. لا لا، ده احنا بقينا كويسين قوي النهارده. ميرسي يا دكتور، انا بس كل ما اجي اقف بدوخ. ده طبعا عشان النزيف الكتير اللي حصل. طمنا يا دكتور. الحمد لله، ما انت شايفها زي الفل اهي قدامك. الحمد لله. استسمحكم بس تتفضلوا بره 5 دقايق. حاضر. لو تسمح. ممكن اعرف بقى ايه سبب النزيف الكتير اللي حصل ده؟ انا محتاجه تقرير طبي شامل بكل الاصابات اللي حصلت لي يا دكتور. طبعا وهعمله لك، بس ده معناه بقى ان انت عايز تعملي محضر وتمشي في اجراءات قانونيه. انا بس بغطي كل الاحتمالات. طب ايه رايك نتكلم كزملاء كده؟ بلاش، ويمكن ترجعي لجوزك وكل حاجه تتصلح. ربنا يعمل اللي فيه الخير. وانا ممكن اخرج امتى؟ يعني يومين نسبه الهيموجلوبين ترجع تاني ونظبط الضغط وطبعا الحاله النفسيه، وانت فاهماني. باذن الله باذن الله كله هيبقى خير. الله العظيم يا رب. استغفر الله يا رب. دكتور. دكتور لو سمحت، ما فيش حد غريب يعني، انا حماها ودي حماتها وده والدها، عايزين نطمن. ما فيش حاجه، كل حاجه. طب بعد اذنك، يعني بالنسبه للحمل هو لسه يا حاج؟ دكتوره حياتها تعرضت للخطر. لا لا، هي كانت خناقه جامده قوي كده. لا لا خناقه ولا حاجه، ده هي اتزحلقت في الحمام ووقعت يا دكتور. يعني الحمل مفيش يا دكتور؟ اكيد ربنا يعوض عليكم طفل تاني ان شاء الله. هنزل. لا حول ولا قوه الا بالله. لا 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 لا. هتعمل لنا فيها مقموصه ولا ايه؟ نسيب اشغالنا بقى ونروح نبوس الجنين اللي جابوها؟ لما تعرف ان ليها بيت يا حاج تبقى تيجي. انا في حاجه مجنناني، انت ليه يا ابني مش قادر تفرق بين العساكر اللي في القسم والمجرمين اللي في الحجز وبين الناس اللي يا غنوه بقى هتغنوا عليها كلكم ولا ايه؟
انا جاي اعصابي مشدوده يا حاج، مش ناقص يا ابني. افهم بقى، مراتك خسرت حملها اللي كان في بطنها، ابنك اللي من صلبك خسرته بسبب ضربك فيها، وهو لسه لحمه حمرا، ذنبه في رقبتك. كده احسن يا حاج، مش ناقصين وجع دماغ. يعني ايه كده احسن؟ انت يا ابني مش فاهم، ابنك انت السبب في انه مات. يا حاج انت قصدك مش فاهم حاجه خالص، عمال تتكلم على عماك. طب ما انا قدامك اهو وبكامل قواي العقليه، فهمني يا اخويا، فهمني اذا كان حاجه تتفهمها فهمها. الهانم كانت بتحب زيزو قبل ما نتجوز يا حاج، وابني اللي هي بتقول عليه من صلبي ما كنتش فاهمه، ما قدرتش بقى استوعبه لما قالت لي انها حامل. فهمت حاجه بقى ولا عمر روح بقى مات في الاسم؟ بجد بقى لبنى انا زعلان منك، يعني ما كناش هنعرف نخدمك زي ما الراجل العجوزه بيخدمك برضو. مساك الخير يا عم. والله يا حاج والله انا قلت لها الكلام ده، بس يظهر بقى انها لسه واخده على خاطرها من جوزها. لا لا دول ملهمش كربعل يا حاج. شايفه لسانه بينقط حكه. يلا بقى وانا هجيب لك واحده تخدمك وتقعد تحت رجليك. وكان على وضع عاصم هحكم عليه ما يدخلش لمده اسبوع البيت لغايه ما يرضيكي وانت بتوافقي، ويتاسف ويبوس رجلك وراسك. لو كان عايز يصالحني كان جالي المستشفى، بس خلاص عاصم باع وخلصنا. بين الراجل ومراته مفيش الكلام دوت. يلا بقى يا لبنى بطلي دلع ونشوفيه الدماغ، تعالي اقعدي عندنا يا حبيبتي وسيبيه في الشقه لحد ما يجي ويتاسفي. ده البعد جفا يا حبيبتي. مجيتك على راسي يا حماتي، بس ما ينفعش. ده بيحبك يا بنتي. وانا ما اقدرش اعيش معاه، خلوه بقى يبعت لي ورقه الطلاق. يا بالله ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا لبنى؟ ايه الكلام ده يا حبيبتي؟ زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. لبنى بدل ما ارفع قضيه احسن. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ معلش يا بابا انا ما حبيتش اقولك عشان انت مش حامل زعل. لا بقى الكلام ما وصلش لحد كده يا لبنى. لا وصل، ما حدش منكم لا شاف ولا سمع اللي هو عمله فيا. لو قبلتوا الكلام ده على سناء انا هقبل. ما بلاش ما بلاش سيرة سناء في الموضوع ده يا بنتي. ما هو اتهمني نفس الاتهام اللي بقولك ايه يا عمي، خليه طلقني احسن بدل ما اشوشر عليه وارفع قضيه وفي الاخر هكسبها برضو. انا رحت المستشفى وخدت تقرير باللي حصل، خلينا نمشي بالمعروف. عندك حق يا بنتي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ اسكتي، ابني غلطان من ساسه لراسه، ضربها وسقطها. انا ليا بس عندك طلب واحد يا بنتي، بلاش اقفلي الباب، خليه موارب من يعرف.